إذن ينضم إلينا أيضا من العاصمة الفرنسية باريس عبد الغني العيادي، الكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي. أهلا بك سيدي في هذه التغطية. نتابع بالتأكيد هذه الاحتفالية بالذكرى 80 لإنزال نورماندي والذي حدث في عام 1944. يعني الكثير من الشخصيات المهمة التي تشارك في هذا الاحتفال باستثناء الرئيس الروسي أو ممثل عن روسيا، كيف تعلق على ذلك؟ تحياتي سيدي، تحياتي لمشاهديكم ومشاهداتكم، تحياتي الأستاذ خالد شقير الذي تحدث وأوجز وقال ما فيه الكفاية من الناحية الإخبارية. نعم. من الناحية الرمزية تأتي مناسبة اليوم في ظل الاستحقاقات الأوروبية القادمة، أي بعد يومين أو بعد 3 أيام من يوم الخميس يوم الأحد، في إطار حملة للشعبويين والذين يريدون استغلال الأزمات من أجل الوصول إلى سدة الحكم وإلى الأغلبية البرلمانية الأوروبية، بمعنى وضع الاتحاد الأوروبي في مأزق بل ووضعه في خطر، بما في ذلك يعني التشجيع الطلبات الشعبوية التي تقول بالخروج بالاتحاد الأوروبي. ثم أن هذه المناسبة أيضا تأتي في ظل الصراعات الجيوسياسية التي يعرفها العالم حاليا، خاصة بين القطب الشرقي والقطب الغربي، من هنا تأتي أو يأتي غياب ممثل روسيا، فهناك صراع وهناك محاولات جادة لجعل الجبهات كل الجبهات متراصة في مواجهة ما يسميه الغرب بالخطر الروسي في الشرق وفي العالم أيضا، وكذلك لتقارب وجهات النظر، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال هذه الانتخابات ومن خلال استراتيجيته أن يكون فاعلا وأن يكون رياديا قياديا، يخرج من دائرة الاتهامات التقليدية التي تقال عن أوروبا بمعنى أنها تتبع المواقف الأمريكية وبأن أمريكا هي التي تقود وليس الاتحاد الأوروبي. فهناك تواضح وهناك تفاسير يجب أن توضع فوق الطاولة، ولكن على العموم تبقى مناسبة للتذكير بأن الشعبوية خطر، وبأن ما حدث في 1939 و1945 لا يجب أن يتكرر، وأنها مناسبة أيضا لإرسال إشارات للناخبين وإشارات للشعوب الأوروبية بأن الشعبويون خطر، بأن الشعبويين خطر، وبأن رص الصفوف اليوم في إطار صراع عسكري في الجانب الأوكراني وصراع سياسي جيوسياسي في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، هذه مناسبة للقول بأن الغرب جبهة واحدة. وبأن هل تنجح في رأيك سيد عبد الغني هذه الرسائل في التأثير على يعني النتائج للانتخابات؟ نحن نتابع بالتأكيد انتخابات على مستوى العالم، ليس فقط القارة الأوروبية، ولكن هناك انتخابات للبرلمان الأوروبي على سبيل المثال. هل تنجح هذه الرسائل؟ للأسف الشديد لا تكفي، لا تكفي، قد تؤثر إذا تم استغلالها سياسيا في إطار الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب واللوائح المتنافسة على مقاعد البرلمان الأوروبي، لكنها ليست كافية لتغيير معطيات الاستطلاعات الرأي الجادة والدراسات الجادة التي تم نشرها مؤخرا، وهي أكثر من 100 دراسة جادة أقول، والتي توحي بأن اليمين المتطرف سيكون الفائز الأكبر ليس بالمقعد الأول، ولكن بتطوير نسبة انتخابات النسبة يعني قاعدته الانتخابية. قد تؤثر بشكل إيجابي على من كانوا في إطار يعني الشك، أما من كانوا يعلمون علم اليقين ما ستكون نتائج هذه الانتخابات وما سيكون تصويتهم فلن يكون له تأثير كبير على ذلك. يجب الكثير من الإشارات بل ومن الفعل ومن القرارات الحقيقية حتى يقرر الفرنسيون والأوروبيون عموما أن ينعزلوا عن هذه الشعبوية، هذا السرطان الذي وضعهم في خطر في الماضي ويجدد هذا الخطر اليوم. كيف أيضا تحضر هذه اللقاءات ما بين القادة والمسؤولين في مثل هذه الاحتفالات وبالتحديد في هذه الاحتفالية
الاجتماعات المرتقبة في الأسابيع القادمة وصولا إلى اجتماع الناتو في واشنطن؟ الاحتفالات اليوم هي احتفالات سنوية ودورية، والبروتوكولات البروتوكول فيها بروتوكول معروف وكل شيء مدروس وبدقة لأنه يحترم البروتوكولات. أما بالنسبة للمفاوضات فلم تنتظر هذه المناسبة لتضع النقاط على الحروف، بل هي مستمرة في الكواليس بين الأحزاب السياسية، بين الحكومات، بين الأنظمة، لأن اللحظة لحظة سياسية. نعم، بالتأكيد هي لحظة حاسمة في هذه الأوقات. أنا أشكرك شكر جزيل من باريس السيد عبد الغني العيادي، الكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي.